هلا وهلا. اليوم راح نشوف طريقة عمل أربع أنواع مختلفة من مقبلات المعكرونة، وإذا كنتوا أول مرة تشوفون قناتي أنا فاطمة جوجو، لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك والتعليق. يلا نبدأ. المكون الرئيسي بطبقنا هو المعكرونة. راح أستخدم يعني نوعين من المعكرونة، المعكرونة ملونة والمعكرونة العادية. أول شيء أسوي أخلي مي حار بجدر وأخلي عليه شوية زيت وملح وفلفل أسود وأبدي أسلق المعكرونة. المعكرونة راح تأخذ من 10 إلى 15 دقيقة وتصير جاهزة. ورا ما يعني تستوي صفوها من المي، يضيفوا عليها شوية مي بارد حتى لا تلزق بالنشا اللي يطلع من عندها. أوكي، راح أسلق النوعيتين وأبدي بعدين أحضر للمكونات البقية. راح أسوي أربع أنواع مختلفة من المقبلات، بيها هواي خضروات وهواي إضافات. راح أقطع الخضروات بأحجام مختلفة وراح أضيف لكل نوع من أنواع المقبلات اللي راح نسويها فصلصة مختلفة. راح أكتب لكم كل المكونات أسفل الفيديو وأثناء ما تتفرجون على الفيديو. يلا استمتعوا. وصارت أطباقنا جاهزة، فتشي يخبل. هن مقبلات بس ينفعون أن يكونون وجبة كاملة، تسوون كل وحدة وحدها أو كلهم سوا. إذا عندكم عزيمة أو حابين تدللون نفسكم جربوهم واستمتعوا.